ورجعنا من الفاصل ودلوقتي ادي البيتزا والبطاطس اللي بالسماق والفته. نعمل حلو وبسيط بقى كده سريع، احنا تعبنا قوي النهارده صراحه يعني. هنعمل دلوقتي زبادي بالجيلي. عندي كوبايتين زبادي، 2 باكو جيلي، معلقتين كبار سكر، جوز هند او اي مكسرات عندك. نعمل ايه بقى؟ حلو سهل كده ومغذي ولطيف جدا للاطفال قوي. هنعمل ايه؟ ادي كوبايتين الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتين زبادي، معلقتين سكر، نضربهم مع بعض. عندي هنا كوبايتين مية سخنة عليهم 2 باكو جيلي، كوبايتين مية سخنة عليهم 2 باكو جيلي، وادوبهم. هو باكو الجيلي الواحد بياخد كوبايتين مية، صح كده؟ انا غيرت وحطيت كوباية مية واحدة عشان يبقى تقيل معايا. ليه؟ لان انا حاطة زبادي، فعايزة الجيلي هنا يقدر ان هو يمسك نفسه مع الزبادي فتقلته بقى. حطيت كوبايتين مية معاهم 2 باكو جيلي وادوب كده كويس مع المية السخنة. ماشي، وبعدين اروح منزلهم على الخلاط. الزبادي الاول انعمه. شو دي وجبه يعني سهله جدا للاطفال كمان، بالذات بيحبوا الجيلي قوي، فاحنا لما نضيف لهم عليه زبادي يبقى احنا حطينا لهم كمان حاجه ايه؟ مغذيه. أنا مي. الو، ازيك يا مي؟ الله يسلمك يا شيخ. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويسه الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حياتي، ربنا يخليكي. انا بحبك قوي. ربنا يخليكي يا مي. انت عندك كام سنه يا مي؟ عندي كام سنه؟ انا عندي 10 سنين. 10 سنين بحالهم؟ يعني ساعدتي ماما ولا لسه؟ ايه؟ ساعدتي ماما؟ بسيب بحاول. لا شاطره، برافو عليكي، لازم تحاولي. واحنا في الاجازه بقى، فكل حاجه تقفي جنب ماما كده تتعلمي. ماشي ماشي. ليكي سؤال يا مي؟ ايه؟ ليكي سؤال؟ عايز اعرف طريقه عمل التورته، بس ارجوكي تكتبها لي على الشاشه. التورته؟ حاضر. وتكتبها لي على الشاشه وتستني بس على ما انقلها. حاضر، هنزلها لك، هدور لك عليها وانزلها. حاضر يا حبيبتي، شكرا يا مي. نحاول ننزل، كان في عندنا الكيكه الاسفنجيه بتاعت الجاتو، ممكن ننزلها لو موجوده. كده ذوبت الجيلي حلو جدا مع الزبادي. يبقى انا حطيت زبادي وسكر الاول، ضربتهم، وبعدين جبت 2 باكو جيلي مع كوبايتين ميه سخنين، ذوبتهم مع بعض حلو قوي، وخلطتهم في الخلاط مع بعض حلو جدا. وبعد كده راح احطهم في ايه؟ في الثلاجه لغايه ما يجمدوا، في الثلاجه او في الفريزر. ماشي؟ هيبقى بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصي، جامده خالص اهي، زي كانها جيلي بس بالزبادي، ليها طعم حلو جدا. وبعدين بقى احط لها جوز هند او ايه، او مكسرات اللي تفضليها، او الافراد حب تحطي مثلا فراوله، اي مكسرات تانية بقى زي ما انت عايزه. ماشي كده؟ دي طبعا تجمد، وبعدين نحط لها ايه؟ جوز الهند بقى. معانا نجات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك؟ ازيك يا عاد؟ الله يخليكي، ازيك انت عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة، ربنا يخليكي يا رب. الله يخليكي. العجينة بتاعت امبارح بتاعت التمر دي، ممكن تنزليني مقاديرها تاني؟ عجينة التمر، حاضر حاضر. طيب طب ممكن عندك اللبن البودرة دي، ممكن استعمل بداله لبن حليب؟ ممكن طبعا.
طيب تحطي لبن، هتعجني لبن حليب بدل ما تعجني بحط لبن بودره، واحط مثلا لبن بزود القيمه الغذائيه. فانت عايز تحطي لبن بس على طول مش مشكله، لو انا حاطه لبن بودره وبزود بميه ممكن تحطي لبن بس بدل اللبن البودره، بس لبن البودره بيدي طعم احلى للعجين واطرى. بس مفيش اي مشكله لو مفيش لبن بودره استخدمي لبن عادي. خلاص كده لو موجوده فطائر بحشه التمر موجوده اهي، يا ريت تصوروها اللي عملناها امبارح، اللي هي كوبايتين من الدقيق، معلقتين من الزبده، بيضه وفانيليا، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره لبن بودره، ممكن ما تحطهاش، حطي لبن العجنه على طول، رشه ملح ومعلقتين سكر. هتجيبي تمر اللي في العلب وتفصفصيه منه البز، حطي له من جوه جوز هند وسوداني وتقفلي عليها وتعملي العجينه دي كلها وتسيبيها تخمر زي ما شفتيني كده، تفرديها مستطيل وترصي الايه البلح وتقفلي عليه وتقصي على كل واحده وتحطيها في الفرن. بس البلح طبعا بيطرى وبيبقى احسن كتير وهو في الفرن. معانا فاطمه، يا فاطمه وطي التلفزيون. الو، ازيك يا فاطمه؟ الو الو، ازيك يا فاطمه؟ وطي التلفزيون يا فاطمه عشان تسمعيني. الو، ماشي، شكرا يا فاطمه. يبقى كده النهارده عملنا مع بعض ايه؟ عملنا فته عايز اقول لك يعني بطريقه بسيطه وسهله جدا، عندنا عيش متحمص، عندنا رز ابيض من امبارح، عندنا لحمه مسلوقه في الفريزر طلعناها، عملنا الصلصه بتاعتنا ونزلنا اللحمه في الصلصه، خدت اللحمه من طعم الصلصه وحطيتها على وش الايه الفته، مش محتاجه ادخلها فرن ولا احطها مسلوقه يبقى شكلها مش حلو، لا في الصلصه بتبقى طراوه وشكل احلى كتير جدا اهي بالشكل ده. ماشي، عملنا مع بعض البيتزا، عملتها البيتزا دي الاثنين بكوبايتين من الدقيق، معلقه من الخميره، معلقه من السكر، رشه من الملح، معلقتين لبن بودره، ومعلقه من السمنه، وبيضه، وعجنا بميه. كونت عجينه بالشكل بالمقاس ده بالظبط كده، سبناها تخمر، قسمتها على اثنين، فردتها، عملت لها حشوه من اللحمه المفرومه والسجق والفلفل والزيتون، قلبتهم كلهم مع بعض مع بصله على النار، وبعدين فرداها وحطها عليها جبنه موتزاريلا من فوق وبس كده، مفيش اي حاجه تانية، منتهى السهوله والبساطه، هي مجرد تك تحطي لحمه مفرومه مع السجق بيديكي طعم حلو جدا. بس كده، وبطاطس بالسماق، بس معلقه سماق واحده عملت ايه في كل كيلو بطاطس مهروسه بالشكل ده كده. عملت بصل وتوم على النار ونزلت عليه البطاطس ومعلقه السماق وقلبتهم كلهم مع بعض وشدوك شمعتهم في الفرن. بس كده، وادي الجيلي اللي ايه بالزبادي. وكده خلص حلقتنا النهارده. حاضر، هروح هلم هدومي وامشي. حاضر. كده خلص حلقتنا النهارده، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله. الى اللقاء.